السيطرة على مجمل المباراة، لكن المدرب يعني بين لنا نقاط ضعف وقدرنا نستغلها أفضل استغلال، وشاهدت يعني أغلب أهدافنا جت من المرتدات، الحمد لله الحمد لله. بالتأكيد ثلاث نقاط مهمة في مسيرتكم نحو تعزيز اللحاق بركب المقدمة. صحيح، يعني كنا محتاجين هالفوز لأن أغلب الفرق كانت يعني قريبة منا ومتعادلين في النقاط، والحمد لله الحمد لله يعني قدرنا ناخذ ثلاث نقاط، وبإذن الله الجاي أفضل إن شاء الله. بإذن الله هذه مباراة انطلاق الفوز إن شاء الله، ومباراة والنقاط الثلاث بإذن الله. أول شيء الله يبارك فيك والحمد لله على الفوز، وثلاث نقاط غالية جدا جدا بالنسبة لنا احنا كنادي هجر جايين من خسارة من الجولة الماضية، والحمد لله قدرنا اليوم نقلب النتيجة بالروح الحمد لله. وانا اشكر زملاء اللاعبين على الشوط الثاني، كانت في روح والحمد لله وصرار وقدرنا نقلب النتيجة. والله شوف زي ما قلت لك الشوط الاول ما كنا موجودين في الملعب، يعني الفريق كان متباعد، بس الشوط الثاني الحمد لله يعني الفريق كان عنده الاصرار والروح والرغبة انه يرجع المباراة، وقدرنا نجيب التعادل والحمد لله. وتعرف اذا جبت تعادل طبيعي ان الفريق رجع معنويا ونفسيا انه يقدر يجيب الثاني، والحمد لله قدرنا نسجل الثاني. وتعرف الدوري الدرجه الاولى اهم شيء انك تاخذ ثلاث نقاط، وهذا اللي اخذناه والحمد لله يعني.